عن جديد بحيي كل المشاهدين بيشوف فيما فيه. يعني عم نحكي عن تكنولوجيا، مش الكل بيعرف، بس في كتير ناس ما بتحب التكنولوجيا، ما بتحب تتبعها، ما بتحب تغوص فيها. وعم بحكي عن حالي أنا شخصيا، ولكن من لما بلش محمد قباني معي بصباح اليوم صار عندي حشرية أكثر أعرف. ما بقى أمرق هيك مرور الكرام على الخباص، دايما بس يكون في شيء له علاقة بالتكنولوجيا بوقف عنده، لأن بقول أكيد محمد رح يخبرني عنه. صباح الخير محمد، أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ كيفك؟ شفت حلو هيك انه انت تعطي خبر جديد او اهتمامات جديدة، او الناس عن جد تصير تحب هيدا الموضوع من وراء هيدا الشخص. صح، كتر خير الله. يعني بشوف للعالم، يعني انا انه فقرة هي 10 minutes بتطلع بس كتير حلوة وكتير هيك، بس قد ايه بتأثر بالعالم. يعني هذيك اليوم هيك خبرية مهضومة بالبنك، كنت عم تسألني الموظفة انه شو اسمك، قالت لي هي is famous، عرفت بيحكي عن تكنولوجي وصارت تخبرني اخبار تكنولوجي. انا حلو انه ايه حلو، قالت لي نحن بس الكبار يلي بنحضرك، عرفتي، والعاطلين عن العمل هذا الصبح. لا اكيد لا. لا في كثير عالم بتحب وبتحضر، صغار وكبار. لا وهي مزبوط عم بتصيب كل الناس تم اليوم بالتكنولوجيا، ما حدا في يقول والله انا بعيد وما بتهمني. حلو هيك شيء فقره. عن جد انا كمان كنت بعيد صراحه، انه انا اختصاصي تكنولوجيا اندستريال وهيك بالماستر تبعولي، بس كنت بعيد، ما كثير حب، ما كثير غوص، يعني بتلبك وهيك. بس قد ما بقرا وقد ما بشوف وقد ما بحضر اخبار، صرت بنص، يعني بنص عالم التكنولوجي، انه بتحس قديش امرار انه بخبروك اشياء انه انتم وين بعدكم، عرفتي، قد ما انه في كثير قصص متطوره بالعالم. مزبوط. وانا هيك يعني كمان الاسبوع الماضي خلينا نقول انه انا حكينا عن اللي بيفتح الانين الواين، فانا دغري وصلت على وحده وجبتها. هذا شيء يعني مثلا ما كنت اعرفها لو ما انت خبرت عنها. حلو تتواجد بالبيت، استعملتيها؟ ايه استعملتها. هينه؟ مثل الفيديو 100%. يعني. اوكي كثير حلو. كثير هيك حسناتها حلوه. لا كثير حلو. لا نفوت بعالم التكنولوجيا اليوم. اول خبر مجنون. هو اول خبر صراحه بيصدم. هو في مخترع امريكي ويلي هو عنده شركه اسمها اوكولوس كرييتر، هيدا المخترع اخترع مثل سماعه للميتافيرس. بتعرف الميتافيرس وعالم الافتراضي وكل شيء، بس يلي بيصدمك ماريات انه هيدا السماعه اذا انت مت بالعالم الافتراضي حتموت بالعالم الحقيقي. يعني عامل بطريقه مجنونه. ايه هيدي مجنونه، يعني اللي بده يستعملها وبده ينتحر يمكن، عم بحطك اندر بريشر كرمال. مين اللي عامل اصلا هيدا الشيء؟ هو اسمه المخترع اسمه لاكي بالمر شي هيك. هيدا النظارة الفي ار بتقتل صاحبها اذا مات باللعبه. يعني هالقد العالم الافتراضي عم بيكون لينكد للعالم الحقيقي. لو وصلنا لمحل يعني اذا كان عم بيلعب بالميتافيرس هيدي الجيم ومات، بده يموت في ذبذبات بتفجر الدماغ وبخلي شخصه يموت يلي عم يلعب هيدا اللعبة. هيدا انا هيدا انتحار صراحه. منيح اللي حكيت فيها لنقول انه يرجى انه هيدا ما تفوت على لبنان. ايه ما تنقبل. بكره بتصير بتلاقي انه هيدا، بتتذكري مره في العاب صاروا على يوتيوب بيموتوا منهم الاولاد او ينتحر او شيء. هيدا الشيء هيدا انتحار. يعني اذا بتشوفي كومنتس العالم انه بيقولوا لازم المساجين مثلا يستعملوها لانه بينتقب سخيفه، يعني مستحيل يكون هيك شيء. بيقرر عن حياته انه ما بشوفه. يعني هو هيدا التكنولوجي عم بتولد بمحلات انه من وراء لعبه ليحطوك هالقد اندر بريشر، بالنهايه انه ينفجر دماغك وتموت. مش ضروري حتى نفوت بالميتافيرس، خلينا بعاد. 100%. يعني هيدا انصدمت صراحه بهيدا الخبريه. ايه يلي هو عم بيكون هالقد لينك للعالم الافتراضي على العالم الحقيقي. لا ننتقل كمان لشكل البشر كيف حيكون بالمستقبل. يعني تقريبا بعد شي 100 سنه كيف حيكون اشكالنا. خلينا نشوف هالصوره. بتشوفي هون انه اكيد من وراء التكنولوجيا ومن وراء وين قديش بنستعمل تليفوناتنا، الظهر حيصير في حدا حردبه، حتكون ايدنا حيكون مثل عطول كيف ماسكين التليفون هيك، حتكون الايد شكلها مش انه بتفتح وبتسكر، حيكون كانه مثل ما بسموه هيدا ال شيء يعني كيف تمسك انت التليفون هيك حتكون، يعني قد ما 100% هيك شكلها الايد. كمان بيقولوا انه في عنده الانسان حيكون في عنده رمشين ليحميه من اشعه التليفون، لانه كل الوقت على التليفون عم بيكون او على اللابتوب او اشياء. لا بس سؤال، هو هنكته او انه نحن لا تسريل؟ هيدا الدراسه انعملت دراسه أوكي. بعد تقريبا 100 سنه لقدام البشر، يعني هن رح يصيروا يخلقوا هيك نظرا نظرا للتكنولوجيا.
من وراء التكنولوجيا لأن الولادنا يعني إذا أنت مثلا هلأ هيك بعد شوي الولد حيخلق هو هيك يعني إرغونومكس هو اللي بتورته للولاد يعني بقى إيه حيكون في عنا مثل مخلب حيكون ألوان البشرة حتكون رمادية تقريبا حتكون لأنه عم بتكون تحت الضوء الاصطناعي كل الوقت ما عم بتكون بأشعة الشمس وأكثر وأكثر مريات كل ما بتقدم الوقت كل ما بنكون نحن أدكتد على التليفونات وأدكتد على عالم التكنولوجي يعني التكنولوجي مش إنه عم بتكون بعيدة عنا لا عم بتكون معنا وبقلب بيوتنا عم بتسيطر علينا كرمال هيك هيدي الدراسة ما بعرف قديش هي صحيحة صراحة حتى بيقولوا إنه عرض الرقبة بدها تتخن أكثر يعني من وراء هيدا الحردبة ما بقى فينا نقول بتزبط أو ما بتزبط لأنه على اللي عم نشوفه كله هيئته أصلاً ما لازم نتفاجأ من شيء ترجع يعني. بالدراسات كيف كان الإنسان قبل مزبوط. أول شيء وهيدي الدراسة يعني هيك كان ما بنرجع يمكن للسعدن يعني نوصل لمحل بنشبه هيدي هو قال أنا ما دخلني هيك لا ننتقل كمان لهيك شيء كتير حلو يكون عندنا بقلب شنطتنا للتشارجر تبعولنا عطول الشارج على كثرة الاستعمال ولأنه منطويه بطريقة غلط منلفه آخر شيء من تحت لحاله بيفلت يعني مزبوط. او بينتزع الشرشب تبعولك حتى لو كان اصلي بقى جبت لكم اليوم هيك مثل كفر للتشارجر بتلفي عليه الشريط بطريقه ما بيتعرض لا ينتعج او لا ينقطش اخر شيء خلينا نشوف هيدا الفيديو وبنرجع نحكي اكثر عنه About rolling down in the deep when your brain goes numb you can call that mental freeze when these people talk to what you know about rolling down in بعد واحدة كتير حلو واحدة نايس على الهواء نايس شفتي حلو صح حلو كتير وانا شايف منه صراحة بعد ما انه موجود بالأسواق بس انه كتير بيفيد لانه انا كمية الشرجرات يلي انقطشت وتقطشت كلنا كارثة لانه يعني. طريقة مثل ما عم تقول اللي منلف فيها غلط غلط 100% لننتقل لخبر كمان نعطول لأخبارنا او للنسوان او للرجال ما في شيء للولاد اليوم جبت لكم هيك شيء مهضوم يمكن صار متواجد يعني او انا ماني شايفه او انا بعيد بس حسيته حلو يكون أطفال كتير صغار يعني ما بيقدروا بعد يطلعوا على البداية يعني هيدا مثل شيء مثل درج بيطلعوا بيقعد خلينا نشوف هالفيديو فيديو ومنرجع نحكي أكتر أو هي شيء شو رأيك؟ حلوة الفكرة حلوة الفكرة يعني لأنه في كتير أمرار ولاد بيشخوا تحتهم لأنه ما قادرين يوصلوا أو أمه عم تشتغل أو عم تطبخ هيدا درجتين خليها محطوطة عطول بتشيلوها بتحطوها هيني صارت عليه لقصة كتير هيني 100% أنت من محبين السوشي؟ إيه بتحب السوشي؟ في شي مرة طبخت بالبيت؟ مرة مرتين زبطت؟ مرة إيه حبصت. مرة لا يعني مرة خبصت مرة مش الحال أو هي صعبة صراحة لتنعمل بالبيت اليوم وبتشوفي هلأ أنه صارت أسهل الخبرية جبت لكم مثل شيء بلاستيك هو رول بلاستيك بينعمل بكل سهولة بتنلف الرول السوشي بيه ثواني يعني ومانك بحاجة بقى نروح وندفع مبالغ خاصة بهالوضع بالسوشي لا وخاصة هلأ أأمن أنك تاكل بالبيت أنا مش عم باكل لأنه خايفة من وراء كوليرا والهيدا خلينا نشوف الفيديو اتخذت بهيدا الفيديو شفتي؟ أنا لأنه كتير سهل وكتير مريح يعني. وصارت كتير هين إنه اللي بحب أكيد يطبخ ويعمل سوشي بالبيت لأنه فعلا هي المشكلة بالرايس كيف بدك تحط أنا كتير بحب صراحة أجرب السوشي بس ولا مرة جربت لأنه بحس صعب خبرية تلفة وتعمله هل أنا هو هيدا اللي خبص معي هي خبرية اللفة لما عملت سوشي كيك لأنه بتعرف بقالب بتصير هينة عم تضحك عليه سوشي كيك بس هون لأنه بقالب بيرجع بيمشي رول وقالب وهيك وهيدا من زمان لازم يكون موجود صراحة يعني فيكم تطلبوا وين ما كان جوجل فينا نكتب وشوبانزر كمان مثل ما دايما قبل ايه عندهم يعني اذا بيعرفوا قد ايه نحن بنعمل لهم دعايه بينبسطوا فيه بدنا نبقى نعمل لهم تاج على فكره شوبانزر بقى هيدا فينا نجيبها وحقه شيء 5 دولار 6 دولار منا شيء يعني لاكله سوشي يعني بتفيد يعني صحيح اوكي لننتقل كمان هلا فصل الشتاء وبتعرفي الوضع والامرار اللي
المرايا تبعولنا الاطراف خاصه بيكونوا مبللين بطريقه ما بنقدر نشوف. هي سخيف الموضوع بس انه حلو، في مساحه كثير صغيره بتمد وبتكبر بتوصل للمراية الثانيه وبتمسحي. خلينا نشوف هالفيديو. 2 3 4 دوم تك تك دوم تك دوم تك تك دوم تك 2 3 4 دوم تك تك دوم تك دوم تك تك دوم تك. هيدي مزبوط احتاروا شو بدهم يعملوا، هيدي احتاروا، هيدي بس بتفيد لانه امرار كثير. كيف لا على كل حال هيدي دائما اللي قاعد حق حد الدرايفر لك وطي لي هالشباك ومسح لي هيدا هيدا هلا ما بقى في اذا ما في حدا حدك دغري في عندك هيدي اللقاطه بس هي براتيك، هي براتيك صراحه بتحط المقعد تبعولك صح ما بتكركب بالسياره بشرفك، مش بس تكنولوجي انترتينمنت كمان مزبوط مع ميوزك مع دومتك. حسيت نجوى كرم عم بتغني معنا كمان. في هيك شيء كثير مهضوم اسمه relationship saver apron، لانه على طول في عنا مشاكل مع النسوان لما بدنا نحلق الدقن ونوسخ كل المغسله بتصير مشكله انه نظف وراك مدري شو. انا جبت لهم اليوم الحل للرجال وللنسوان كنا بقى يتخانقوا. هي بتجي مثل هي كفر لما بده يحلق دقنه الشاب بيلبسها يعني وبتكون تحته. خلينا نشوف الصوره انا عم بحكي ليك شو مهضومه. حتى بالسفر فيك تاخذيها بتنطوى كثير صغيره يعني بتحلق الدقن وبينزل كل الشعر بقلبها. لما تخلصي بتنفضيها وما بتوسخي بتخلص وبتخلص الخبريه. لا بتعملي مشكله ولا هيني ولا شيء ولا بتوسخي وراك يعني. حلوه هيدي تقريبا حقها شيء 10 دولار يعني، حلوه تتواجد بالبيوت خاصه بالسفر يعني. بس الحلو انه عم جيب لنا اسعار ايه احسن مقبولة. ما تسالوني اسئله ما اعرف جاوب عليها بالاسعار ايه اوكي شو حلو لا حلوه اوكي هيك. لننتقل للخبر الاخير لليوم ويلي هو على انستغرام. انستغرام على طول في عنا مشكله انه اذا مثلا واحد تحت 18 فجاه هو بده يفوت على قصص، لانه بتعرفي صاروا يعملوا ليميت للاشخاص وللولاد خاصه أوكي. يلي تحت 18 ما بيقدر يفوت على قصص ثانيه يعني هيدا جديد من الرولز يعني. بقى ما بقى فيهم يتلاعبوا بالعمر يعني، اذا انا كنت حاطط تحت 18 أوكي. ما بقى فيني فجاه فوت على انستغرام وحط انه انا فوق 18 وكفي الحياه لا، لانه في شركه متفقين مع انستغرام او عاملين اسمها يوتي. هيدي الشركه لا تقدر انت تثبتي عمرك، صار لازم تبعتي سيلفي فيديو سيلفي بحددوا لك عمرك على القد، ومن بعدها انت فيك اذا شيء تقولي عن جد انه عمرك فوق 18 او تحت 18. هيدا عاملينها خصيصا للمراهقين لقد ما فيهم يحافظوا على عالم الانستغرام انه ما يضر الاطفال طبعاً. ولا يضر المراهقين ولا شيء يعني، بس هيدي يعني 100%. وهيدا تقريبا 99% هيدا الشركه بتقدر تعرف عمر بس الانسان لإنستغرام؟ بس لانستغرام لهلا يعني بتخيل مع الوقت اكثر واكثر انه رح تصير لكل المواقع بتصير للكل يعني, يعني. وهيدا اللي يلي موجودين ما بيقدر يلعبوا بعمرهم، وكمان يلي بده يفوت هلا على انستغرام عن جديد ما عنده اكونت اجباري يبعث صار فيديو موثق بسيلفي كرمال يحددوا العمر مزبوط. بس هيدي نقطه كثير ايجابيه لانه بتعرف في يمكن كثير اولاد عندهم اكونت على فيسبوك على انستغرام على تيك توك اكثر شيء يعني، وما بنعرف الولد لشو عم يتعرض لاي انواع من الفيديو ولاي انواع من المشاهدات، وبالتالي عن جد اذا بلشوا يعتمدوها بانستغرام ان شاء الله هيك بتكر المسبحه لتشمل كل الباقيين. ميرسي محمد، شكرا لكل الاخبار الحلوه والتكنولوجيات اليوم اللي اخذنا عليهم. شكرا كثير لك.